صراحة كنت منصدمة، وفي نفس الوقت كنت فخورة بنفسي لأني قدرت أتخطى هاي الصعوبات. يعني الحمد لله في واجد ناس وقفوا وياي، ومنهم أمي. الصعوبة في حفظ المواد الدسمة، يعني المواد اللي تحتاج حفظ واجد، خصوصا أن أدبي في واجد مواد حفظ، والآلة آلة برايل يعني في الامتحانات أحيانا يعني تعيقني شوي، وتصير واجد مشاكل بسببها، تخليني أعيد الامتحان مرة ثانية، يعني أكتبه مرة ثانية. كانت خجولة انزين، بس اندمجت ويا البنات في المدرسة، والبنات صاروا وياها ربع، وهي من النوع اللي تجي البيت تراجع تحضر لدروسها. هذا الشيء يعني يثبت، وهي من النوع اللي يعني سمعية، والمعلومة تدخل لها ما تنساها فتثبت عندها. إن شاء الله في المستقبل، يعني إذا الله أراد، قدمت في كلية المعلمين، وإن شاء الله عندي أمل إنه يقبلوني، وسجلت في جامعة البحرين في تخصص إعلام. لا تستسلمون من أول مرة، يعني دائما حطوا قدامكم هدف وسعوا إنه تحققونه، وإن شاء الله يعني يكون فالهم النجاح.